يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت مسافرا وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر فوصلت إلى المدينة. كنت مسافرا قد جمعت صلاة الظهر إلى العصر ووصلت إلى المدينة، فدخلت مع الجماعة وهم يصلون العصر بنية صلاة الظهر ركعتين، فهل صلاتي صحيحة؟ أعد السؤال. أقول كنت مسافرا وقد جمعت صلاة الظهر إلى العصر، صلاة العصر إلى الظهر، ووصلت إلى المدينة فدخلت مع الجماعة وهم يصلون صلاة العصر، ودخلت معهم بنية صلاة الظهر. كيف يصلي الظهر وصلىها في الطريق؟ صلىها في الطريق خلاص في وقتها، إن كان يقصد العصر إنه عاد صلاة العصر لأنه وصل إلى البلد وهم يصلون العصر دخل معهم، إذا دخل معهم يكمل أربع، يعني يصلي هنتين. نعم.